الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده من هذا الصباح. النهارده السبت، بدايه الاسبوع، يا رب اسبوع سعيد علينا جميعا. النهارده 25 يونيو 2022، وخلاص كده بيبتدي فصل الصيف رسميا وفلكيا ابتدى بالفعل في اليومين الماضيين، ويمكن شعرنا على طول باختلاف عن الفتره السابقه عليها، مش بس حراره الجو، لا ابتدينا كمان نشعر ببعض الرطوبة، وده طبعا اللي بيميز درجات الحرارة وحالة الطقس عموما طوال أشهر الصيف. أكيد هيكون معانا في فقرة أخبارنا تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة، لكن في البداية كمان نتكلم عن موضوعاتنا الأساسية في وقفتنا الحوارية النهاردة. عندنا طبعا موضوعين أساسيين هنتكلم في واحد منهم عن الشباب وريادة الأعمال في ظل طبعا انتشار التجارة الإلكترونية. أصبحت التجارة كمان مش بتاخد الشكل التقليدي اللي احنا كنا معتادين عليه، لكن التكنولوجيا كمان بتغير شكل كل حاجة، كمان غيرت شكل التجارة، أصبح متاح ان احنا نشتغل في هذا المجال، وتحديدا الشباب يقدروا ان هم يشتغلوا فيه عن طريق الانترنت من خلال التجارة الإلكترونية. هنتكلم عن هذا الموضوع وازاي الشباب يقدر يطور هذا المجال ويقدر بالفعل ان هو يرتقي في مجال التجارة الإلكترونية ومجال ريادة الأعمال. ده أحد موضوعاتنا النهاردة في هذا الصباح. الموضوع الآخر الحقيقة بمناسبة الصيف طبعا والأجازات وكلنا بنروح للشواطئ، لكن الشواطئ في السنوات الأخيرة كانت بتتعرض لمشاكل كتير، أبرزها طبعا موضوع النحل. الحقيقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه مؤخرا في اليومين اللي فاتوا تحديدا، وجه بمتابعة واستمرار جهود الدولة للحفاظ على الشواطئ وحمايتها ومواجهة ظاهرة النحر، طبعا ده للحفاظ على المجتمعات العمرانية الساحلية وأيضا صون الاستثمارات الموجودة في هذه المدن الساحلية. عندنا في مصر طبعا مدن ساحلية كتير مميزة، هنتكلم عن هذا الموضوع، حماية الشواطئ من ظاهرة النحر في ضوء التوجيهات الرئاسية مؤخرا. ده أحد موضوعاتنا أيضا في هذا الصباح النهاردة، بالإضافة إلى وقفتنا الثابتة، جولة وقراءة في عناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم، وأيضا بيكون لينا وقفة مع أخبار المال والأعمال في الوقفة الاقتصادية، أخبار الكرة والملاعب في الوقفة الرياضية، وأكيد مجموعة أخرى من التقارير والأخبار المتنوعة من مصر وحول العالم بنبتديها معاكم، بتكون أول فقرتنا، لكن بعد ما نروح لفاصل في مجموعة من التمارين الرياضية نبتدي بيها اليوم بنشاط. خليكم معنا. صباح الخير، عاملين ايه؟ معاكم كابتن بلال. النهارده هنتكلم عن تمارين الكارديو تريننج وايه اهميتها بالنسبه لعضله القلب. هي مهمه جدا، بتدي صحه وقوه جسديه ونفسك بيكون افضل بكتير جدا لما بتكون بتتمرن كارديو تريننج. تمارين الكارديو مش بتحتاج ان انت تنزل جيم، ممكن تعملها في اي مكان، في بيتك، في لو في حديقه عامه او بتنزل الصبح تجري شويه. فالنهارده هنعمل شويه تمارين كده من البيت بالشكل التالي. تاخد بالك بس ان احنا بنتمرن لمده 40 ثانيه كل تمرين، تمام؟ اول تمرين معانا اسمه الهاي ني، هيتلعب بالشكل دوت. 1 2 3 4 1 2 3 4، اعلى بالريتم شويه بالشكل ده. اوكي، نلعب التمرين ده لمده 40 ثانيه. طيب الراحه بتاعتي بتكون 15 ثانيه بس، انا مش بقف، انا بفضل اتحرك في المكان كده، اسمه اكتيف ريست، بريح وانا بتحرك. بعد كده التمرين الثاني اسمه جوجنج ان بليس بالشكل ده، احاول اعلى بالريتم شويه. التمرين ده لمده 40 ثانيه. بعد كده هعمل حاجه اسمها تورس تويست بالشكل ده، هقف رجلي مستوى كتفي وابتدي اتحرك كده. 1 2 3 4 5 6. اوكي، هعمل 40 عدة في التمرين دوت. ده كان اول جروب من التمارين. الجروب الثاني بيتكون من 3 تمارين. اول تمرين اللاترال ستيب اند رو، هيتلعب بالشكل ده،
هبتدي اجي رجلي كده وايديا قدام واسحب لورا، بعد كده ارجع تاني كده طلع بالشكل ده. تمام، التمرين دوت احاول اطلع فيه اعمل فول ستريتش قدام وارجع اعمل سكويز لورا على اللاتس بتاعتي او على عضلات ظهري واطلع اعمل ستريتش بالشكل ده وانا بتحرك حركه الايد بتاعتي. التمرين الثاني بتاعي في الجروب دوت اسمه سلو باربس بالشكل دوت، هنزل الارض واطلع كده اقوم طالع بالشكل ده، هنزل واطلع بالشكل ده. تالت تمرين هيكون السكوات، نلعب بالشكل ده كده 1 2 3. ايديا قدام عشان احاول اعمل توازن، لو انا مبتدئ وما بعرفش العب فايديا بتكون قدام. اوكي، ده كده جروب 2 من التمارين. زي ما قلنا الراحه بتاعتي بتكون جري في المكان بتاعي لمده 15 ثانيه، ما احاولش ان انا اقطع التمرين خالص في النص بحيث ان انا اكمل تلت ساعه او نص ساعه في التمرين بدون راحه. خلصت تمارين النهارده، ناخد بالنا ان احنا عملنا 2 جروبس من التمارين، كل جروب منهم بيكون 40 ثانية، نحاول نعمل الجروب تكرار من 5 لـ6 مرات في ال 40 ثانية، بحيث ان احنا نكون تمريننا كتوتال بيخش في مدة ال 20 لنص ساعة، لأن أقل من كده أنا مش هخش في مرحلة الفات بيرننج أو المرحلة اللي أنا محتاجها. كان معاكم كابتن بلال، أتمنى أكون استفدتوا مني النهارده. مرة تانية مشاهدينا، واحنا في شهر يونيو من كل عام بتحل ذكرى ثورة 30 من يونيو، وهذا العام الحقيقة بتحل ذكرى التاسعة لثورة 30 من يونيو. بهذه المناسبة نظم متحف القوات الجوية احتفالية جماهيرية تحت شعار 30 يونيو ثورة شعب. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر من خلال التقرير اللي جاي. احتفالية جماهيرية وطنية نظمها متحف القوات الجوية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 من يونيو جمعت أطياف الشعب المصري والتي جاءت تحت شعار 30 من يونيو ثورة شعب. كلنا بنحتفل لما 30 مليون مصري نزلوا إيد واحدة وقلب واحد وراء سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أنقذنا في ثورة 30 يونيو الحمد لله من الظلام من الإرهاب، ودخل مصر في ثورة من التقدم والتنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي. أنا بعتبره بناء حلم واحد كلنا مشاركين فيه، كل المواطنين بمختلف يعني انتماءاتهم أفكارهم أهدافهم، المهم إن احنا كلنا تحت أمبريلا أو تحت شمسية اسمها تحيا مصر. شملت الاحتفالية جولة داخل المتحف للتعرف على تاريخ القوات الجوية والطائرات التي سطرت تاريخا مجيدا في سجلات سلاح الجو المصري. أنا أصلا باباي طيار، وأول مرة أبقى موجودة في مكان اللي هو أنا حاسة إن أنا شايفة كل حاجة هو كان بيعملها واللبس بتاعهم والطيارات كلها اللي اتدرب عليها، فأنا مبسوطة جدا أصلا، يعني حاسة إن دي حاجة تحفة إن احنا يبقى عندنا متحف كده في مصر. يعني فكرة لطيفة جدا ان احنا يبقى الاحتفال جاي من منطقة اساسها الجيش، طبعا كانت يعني مش هننسى ان دور القوات الجوية في حرب 73 والموضوع طبعا دور الجيش كان ممتد لحد 30 يونيو. المتحف هايل، التنظيم كان قمة في الامتياز، طبعا اتفرجنا على الطيارات بداية من انتاجها الاول للطيارات اللي خرجت من الخدمة، اتفرجنا عن تاريخ الطيارات طيارة، وبعد كده دخلنا خدنا جولة ولقاء مع ناس عظماء من لحصرة الحرب وحربت. بالنسبة لابني أنا مبسوطة إن هو جه يعني عشان يشوف تاريخ بلده ويعني الحروب اللي خاضتها مصر واللي كان ليها يعني أثر عظيم في
تكوين تاريخ مصر يعني. خلال الاحتفالية تم استعراض فيلم تسجيلي عن ثورة 30 يونيو وكيف ثار الشعب على قوى الشر بمساندة قواته المسلحة. نجاح ثورة 30 يونيو كانت غضبة من الشعب على اللي بيحصل فيه. استجاب لهم الجيش بعد ما قعدوا في الشوارع 4-5 أيام، استجاب لهم قوات المسلحة اللي هم منها، وقاموا بتعديل المسار والحمد لله، وإلا كنا بقينا زي بلاد تانية مشتتين بنحارب بعض، وإحنا عارفين بنحارب بعض ليه. وجه الحاضرون الشكر لكل مواطن مصري شارك في الثورة وكان بطلا حقيقيا وخاض مع قائده الأعلى معارك عديدة للحفاظ على هوية مصر ووحدة شعبها. يظل 30 يونيو يوما خالدا في تاريخ مصر المعاصر، حيث نجح الشعب المصري بمكوناته الوطنية وبدعم من قواته المسلحة من استعادة الدولة المصرية من على حافة الهواء، وانطلقت بعدها نحو البناء والتنمية. من متحف القوات الجوية، محمد الخطيب، النيل. أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية اللواء علاء الأحمدي وصول أول أفواج حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة، وخلينا نشوف تفاصيل وعودة الحج أخيرا بعد توقف عامين، وهذا الموسم إن شاء الله يكون يا رب في سلامة وأمن للجميع. خلينا نتابع تفاصيل أكثر في التقرير الجاي. مع نسمات فجر 25 من ذي القعدة لعام 1443 من الهجرة، توافدت أولى أفواج الحجاج على الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولية، تهفو قلوبهم لزيارة بيت الله الحرام. سعادة غامرة ارتسمت بها وجوه الحجاج وزويهم، وإشادة بالتيسيرات التي لمسوها خلال مراحل التقديم. الواحد طبعا بيدعي من قلبه وبيعيط ونفسه طبعا يعني، والحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا كرمني الحمد لله. أنا فوجئت بالخبر، ما كنتش مصدقة يعني، بقيت فرحة أعيط وأضحك. بعد العيد بأسبوع لقيتهم بيتصلوا علي ألف مبروك يا حاجة، ما بقتش مصدقة من كتر الفرحة عياط. إحساس رهيب، إحساس في تداخل ما بين الفرح ما بين البكاء، حاجة كده غير يعني ما اقدرش اوصفها لحضرتك، يعني دعوة جاية من عند الرحمن. وفي سهولة ويسر انهى الحجاج اجراءات السفر بمتابعات مستمرة لمسؤول البعثة لتذليل اي عقبات وتقديم كافة التسهيلات لراحة الحجاج. قد حرص مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج على وداع الحجاج وطمأنتهم على اتخاذ البعثة المصرية هذا العام كافة الإجراءات التي تساعد الحجاج على أداء المناسك بسهولة ويسر. كما استمع رئيس بعثة الحج لطلبات الحجاج وطالبهم بالالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم. تهفو القلوب وتشتاق لزيارة بيت الله الحرام، داعية المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم وأن يغفر ذنوبهم، مقدمين الشكر لوزارة الداخلية على الجهد المبذول في تسهيل إجراءات الحج. إلى الآن يعني لست بمصدق أني مسافر إلى حج بيت الله تعالى الحرام، يعني إلى الآن كأني في حلم. جوات في الاسم كانت سهلة جدا وكانت ميسرة جدا، وكان عندنا جروب على الواتس بيتواصلوا معانا بيبلغونا بكل ما هو جديد وكل ما هو مطلوب مننا. ناس قابلتنا بره وشالوا الشنط ساعدوني، جابوا الكرسي، ابتسامة حلوة، ضباط شرطة محترمين، في تسهيل مع الناس كلها. رسالة الشكر وتقدير للأستاذ رئيس الجمهورية على يعني على كل ما تم لنا الحمد لله. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. غادرت أولى رحلات حج القرعة إلى المدينة المنورة، وبعد نحو الساعتين هبطت بسلام الله بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز، وسط استقبال حافل من مسؤول البعثة والسلطات السعودية التي باشرت عملها في إنهاء إجراءات وصول الحجاج بكل سهولة ويسر، ليبدأوا رحلة الاستمتاع بجوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل البدء في أداء مناسك الحج.
افتتح دكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية بقاعة زياد بكير معرض فني بعنوان ملتقى عالم الفن المطلق، والذي تستمر فعالياته حتى يوم الاثنين المقبل. يضم المعرض 66 عمل فني من إنتاج مجموعة من العديد من الخامات المختلفة، منها الخيوط الملونة، قشرة الخشب، الفحم، وأيضا الألوان الأكريليك. خلينا نتعرف على هذا المعرض وناخد جولة فيه ونشوف هذه المعروضات والمنتجات الفنية من خلال التقرير اللي جاي. 66 عملا فنيا من إنتاج مجموعة من المواهب الشابة من طلبة كلية الفنون الجميلة جمعتهم قاعة زياد بكير ضمن فعاليات معرض ملتقى عالم الفن المطلق المصرية، والذي تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر الجاري. بشارك في المعرض بلوحة كليريك، هي في موضوعها يعني عن التنمر والقهر. التنمر اللي ممكن يحول، يعني هو التنمر والقهر دول حاجة تحول ولد عنده 11-12 سنة لسه في قوقعة البيبي بسبب التنمر اللي ممكن يسبب له قلة ثقة في النفس، بسبب القهر اللي ممكن يخليه يعيش بالخوف كأنه حاجة في حياته غريزة في حياته ما بتتحركش خالص. حرص المشاركون في المعرض على تقديم لوحات سلطت الضوء على السلبيات التي يجب على المجتمع أن يتجنبها. شاركت في المعرض بلوحة فنية كانت الغرض منها رسالة بدأت أدرسها من الحياة الأول، اللي بدأت أشوف إن ليه أصلاً الشباب بتتجه للسوشيال ميديا بطريقة عنيفة. فبدأت أبدأ الحكاية من إن الطفل بيتولد زي الملاك، وبعد كده بيبتدئ زي البندقة الصغيرة، بيبتدي بعد كده إن الحياة بتبص له بعنف وتعب، مستنية له تعب وعنف كبير. اللوحة دي بتتكلم عن محكمة الأسرة، وإن إزاي الطفل بيتأثر من فكرة الطلاق عامة من مامته أو باباه، حتى لو هي مامته موفرة له كل حاجة فهو بيتأثر من ده. ألاقي النتيجة محفورة في وشها، وإن الأب والأم عن ميزان من فوق بيحاولوا يمسكوا الطفل بس هو مش عارف يروح فين، والأم وبنتها واقفين على البوابة، فهي يعني البنت بتبصلها بتسألها إحنا رايحين فين ولا المكان ده إيه. يهدف المعرض إلى تنمية مهارات الطلاب بالاستفادة من خبرات الفنانين المحترفين للنهوض بالذوق العام وتكوين هوية مصرية ثقافية. محمد الخطيب، النيل. ناقش الملتقى الثقافي الأول العائلة المقدسة رحلة لأرض مصر، اللي عقده مركز الدراسات الأثرية القبطية والإسلامية بكلية الآثار جامعة الأقصر رحلة العائلة المقدسة وتأثيراتها الحضارية والقيم الإنسانية والمسارات التاريخية والروحانية ودورها في تنمية المجتمعات ومحطات الرحلة في مصر ما بين التوثيق والحفاظ، إضافة إلى بحث تسويق الرحلة سياحيا. وأوضح الدكتور عماد عادل مدير مركز الدراسات الأثرية القبطية والإسلامية أن الملتقى بيعد بمثابة تدشين وبداية عمل المركز من منطلق دور المركز الثقافي والمحافظة على التراث في ضوء احتفال مصر بذكرى دخول السيد المسيح وأم العذراء مريم عليهما السلام أرض مصر، وذلك في الأول من يونيو من كل عام، واهتمام الدولة ممثلة في وزارة السياحة والأثار والمراكز البحثية والهيئات العلمية بهذا الحدث الكبير، معلنة للعالم أن مصر أرض السلام والمحبة والخير والأمان التي لجأ إليها كثير من الأنبياء وعاشوا بها وأكلوا من خيراتها وباركوا أرضها. من جانبه أعرب الدكتور محمد محجوب عن شكره وتقديره للقائمين على المركز لاهتمامهم بعقد ملتقى يسلط الضوء على حدث هام مثل هذا، وأيضا بيستعرض هذا النقاش تبادل الأطروحات وبحث سبل الترويج لتلك الرحلة وتسويقها طبعا بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل مؤسسات الدولة والوزارات المعنية لتولي اهتمام كبير باستغلال مسار رحلة العائلة المقدسة وتزويد هذا المسار في مختلف المناطق بالخدمات اللازمة. نروح لموضوع آخر. أعلنت الإدارة المنظمة للمهرجان الدولي العربي الإفريقي للفيلم الوثائقي اختيار الفيلم المصري وطن بالاختيار ضمن قائمة الأفلام المشاركة في الدورة العاشرة لهذا المهرجان، واللي بتقام في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر المقبل بمدينة زكورة بالمغرب، وبينافس فيلم وطن بالاختيار ضمن 23 فيلم متنوع من 11 دولة: مصر، المغرب، تونس،
الجزائر، العراق، سوريا، السودان، عمان، اليونان، إيطاليا والأرجنتين. وفاز الفيلم العام الماضي بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام القصيرة نحو حياة أفضل بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وحصلت المخرجة على شهادة تقدير مؤخرا من مهرجان السينما القومي في دورته 24. وبتدور أحداث الفيلم في مدة زمنية حوالي 37 دقيقة حول توثيق حياة مواطنين مصريين من أصول يونانية وإيطالية يعيشون في مدينة الإسكندرية، وبيقدم الفيلم وجهة نظر مختلفة عن المدينة الساحلية في جولته بالمناطق الأثرية والأحياء القديمة واستعراض المباني ذات الطراز المعماري المتميز. بيختتم اليوم السبت معرض المدينة المنورة الأول الكتاب، واللي بتشارك فيه دور نشر محلية وعربية ودولية. خلينا نتابع تفاصيل أكثر عن هذا المعرض في دورته الأولى من خلال التقرير اللي جاي. مهرجان ثقافي وتنويري تقيمه المدينة المنورة من خلال معرضها الأول للكتاب بمشاركة أكثر من 200 دار نشر ليقدم وجبة ثقافية للزائر للمملكة من خلال أجنحته وأنشطته المختلفة. هذا المعرض هو مميز لأنه هو أول معرض كتاب بالمدينة المنورة، ولأن هيئة الأدب برضو حريصة على أن يكون شيء مختلف، فالمعرض أصبح فعلا شيء مختلف بسبب العناية ليس فقط بالمكان من جميع النواحي، الديزاين، العناية من ناحية ورش العمل اللي والأمسيات اللي عملت في هذا المعرض. جناح المجمع يوزع مجانا من خادم الحرمين الشريفين، وفي جميع إصدارات والتراجم وبرايل. ويضم المعرض إلى جانب أجنحته عددا من الأنشطة الثقافية المتنوعة، حيث يقدم 14 ندوة متنوعة المجالات و16 ورشة عمل في مختلف الآداب والعلوم، بالإضافة إلى عمل للأطفال وأجنحة وأنشطة خاصة بهم. لدينا إصدارات مخصصة بأدب الطفل، فعندنا الإصدارات تبدأ من عمر 0 إلى حد عمر 13 سنة. طبعا عمر 0 نخصص فيه الكتب التفاعلية والكتب المقوى اللي يستطيع الطفل يستمتع فيها من أصغر مرحلة عمرية. لعمر 13 سنة عندنا كتاب فصول أيضا في قصة ممتعة جدا، نتمنى أنه يصير فرصة للزوار يستمتعوا بهاي الإصدارات. عجبتني أشياء الكتب مرة حلوة، وكل شيء حلو هنا، وفي هنا حق الأطفال ولعبت وانبسطت. هذا ويأتي المعرض ضمن مبادرة معارض الكتاب، وهي إحدى مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة. أنا قارئة لأكثر من 200 كتاب ومرة مهتمة بالكتب، وفي المدينة المنورة يعني ما عندنا مكتبات كبيرة يعني تبيع كتب من مختلف الدور وكذا، فمرة كنت مهتمة وكمان زرته قبل. توفير منصة ثقافية تهتم بصناعة الكتاب وتشجيع القراءة هو هدف معرض المدينة المنورة في دورته الأولى، والذي يعكس رؤية المملكة في تحفيز صناعة الثقافة لانعكاسها على جودة الحياة. من مقر معرض المدينة المنورة للكتاب، ليلى عمر، النيل الأخبار. بتعلم آيات الخطيب البالغة من العمر 33 عام طلابها دروس في الحياة لا يمكن الحصول عليها في أي كتاب. هي معلمة للأدب العربي وولدت مصابة بالتقزم أو قصر القامة الزائد، وبتأمل في أن تصبح أمام طلابها تجسيد لفكرة الصمود أمام العقبات والثبات في معركة الدفاع عن الأحلام. تعرضت آيات للتنمر في سنوات الدراسة بسبب قصر قامتها، لكنها أصرت على العودة إلى نفس المدرسة القديمة لتعمل فيها معلمة. ومن بين الدوافع وراء قرار العودة لمدرستها القديمة لتعمل بالتدريس فيها إيمانها بأن المدارس هي أفضل مكان لتربية العقول والتأثير فيها وتغييرها. بتقوم آيات حاليا بتقديم الدروس مرتين في الأسبوع في المدرسة الإعدادية في بلدة عيلوط شمال غربي الناصرة، وما زالت المعلمة ذات الوجه البشوش والابتسامة التي لا تغيب، تحمل في طيات قلبها قدرا كبيرا من التفاؤل رغم التحديات والصعاب. وآيات بتقول إنها أكثر شخص يستطيع أن يحول الألم إلى أمل، لأنه من ذاق الألم يستطيع أن يصل بجرعة الأمل. وبتضيف أنها تخفي وراء ابتسامتها الكثير من الأمل والحب والرضا.
بتحتفل الرواية العالمية هاري بوتر وحجر الفيلسوف بذكرى مرور 25 عام على نشرها، واللي أصبحت لاحقا طبعا واحدة من أكثر الروايات مبيعا على الإطلاق. خلينا نشوف تفاصيل أكثر في تقرير الجاي. عندما أحضر ناجي نيوتن مؤسس دار بلومزبيري للنشر إلى المنزل مخطوطا لرواية هاري بوتر وحجر الفيلسوف بقلم جي كي رولينج التي لم تكن معروفة آنذاك، وصفته ابنته أليس بأنه قد يكون من أفضل الكتب التي يمكن أن تقرأها طفلة تبلغ من العمر 8 أو 9 أعوام. والآن وبعد مرور 25 عاما أصبحت الرواية واحدة من أكثر الروايات مبيعا على الإطلاق بعد أن احتلت قلوب وخيال الأطفال. أتذكر أني أحضرت هذا الكتاب إلى المنزل وأعطيته لوكلاء التسويق خاصتي، وهم أولادي الثلاثة كاثرين وويليام وأليس، لا سيما أن هذا الكتاب كان يستهدف الأطفال من سن 8 إلى 12. أعطيت الكتاب لابنتي أليس التي سارت به إلى أعلى المنزل، ثم عادت مرة أخرى لتقول لي: أبي، إن هذا الكتاب هو أفضل من أي شيء سبق أن أحضرته لي. واجهت جي كي رولينج وهي التي تحتفل هذا الشهر بذكرى مرور 25 عاما على نشر أول كتاب نشر لها عن العالم السحري رفضا، حتى قبلت بلومزبيري عملها بدفعة مقدمة تصل إلى 2500 جنيه استرليني لتحقق قصتها نجاحا هائلا في جميع أنحاء العالم، وامتدت لتشمل سلسلة كاملة من الكتب والأفلام الضخمة. كان الأطفال يصطفون لساعات أمام المكتبات في انتظار أحدث مراحل مغامرات هاري بوتر، والتي توجت بالجزء الأخير هاري بوتر ومقدسات الموت في عام 2007، والتي وصفها البعض بالظاهرة الاستثنائية التي لم تكن تشبه أي شيء سبق وأن كتب عن العالم السحري. بعد آخر مهرجانين تم الاضطرار لإلغائهما طبعا بسبب وباء فيروس كورونا، شعر المحتفلون بسعادة غامرة للعودة إلى مهرجان كلاستونبري في إنجلترا، وأرادوا تنظيم حفلة كبيرة بينما يتطلعون إلى مشاركة مجموعة من النجوم فيها، ومن بينهم ديانا روس وكيندريك لامار. وفي الأيام السابقة لإقامة المسارح الرئيسية تدفق عشرات الآلاف من محبي الموسيقى بالفعل إلى داخل منطقة وورثي فارم بجنوب غرب إنجلترا. بيظهر في المهرجان نجوم آخرون مثل وولف أليس وبيلي أيليش وبول ماكارتني. ويقام مهرجان كلاستونبري في وسط أكبر إضراب للسكك الحديدية بتشهده بريطانيا خلال 30 عام، ما أدى إلى مواجهة ملايين الركاب للفوضى في الوقت الذي تعهدت فيه كل من الاتحادات والحكومة البريطانية بالتصميم على موقفه فيما يتعلق بنزاع بشأن الأجور. لكن ذلك لا يبدو أنه أثر على المزاج العام في مهرجان كلاستونبري، حيث استمر المحتفلون بالوصول من أجل حضور الحدث الموسيقي الذي تبلغ مدته 3 أيام. اكتشف علماء الآثار في بيرو مقبرة تاريخية مع بقايا يمكن أن يرجع تاريخها إلى ما قبل القرن الخامس داخل منزل في العاصمة البيروفية ليما. وفي مايو الماضي أعلن علماء الآثار هذا الكشف لبقايا آدمية في مقبرة تحت الأرض محاطة بأدوات مصنوعة من الفضة والنحاس، مما قد يوحي بأنها تنتمي إلى عائلة من نخبة المجتمع من فترة الأنكا. وتم العثور على الاكتشاف الرائع خلال أعمال تجديد في منزل يقع شمال شرق ليما. ووفقا لعلماء الآثار فقد يوجد في الحي المزيد من البقايا الأثرية
من هذه الفترة. وتعد بيرو هي موطن الوجهة السياحية ماتشو بيتشو ذات الآثار مترامية الأطراف لمدينة أنكا، والتي تمتلك مئات المواقع التاريخية من ثقافات تطورت قبل وبعد إمبراطورية الأنكا التي سيطرت على الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية قبل 500 عام، بداية من الإكوادور في الجنوب وكولومبيا حتى تشيلي في وسط القارة. أخيرا، بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، وبتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. كده مشاهدينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية أول فقراتنا في هذا الصباح، الأخبار والتقارير المتنوعة، ومستمرين معاكم بعد الفاصل بنروح لمحطتنا الرياضية وأخبار الرياضة مع دينا أنديل، بعدها بنرجع هنا للاستوديو جولة في الصحافة مع حنان الخولي. ابقوا معنا.